نفسي الدين باسيا هذا كهري نفسي الدين باسيا نفسي الدين سيا يا وحوي بني سوا يرسلي الله يعزك الله يعزك نفسي وكجل يا حبيب الملايين يا سوا يرسلي منك ومدى الصومالية ديري إن أود جعنت ولقول عليه أو أي ملحيرة هذا دورتان أو أود الشعب كلقول عليه أيا وحور ربعين وقفي عد بتلاقيه قولي أدر هي هات هي هات كاتاي هي هات هي هات كاتاي قدم كاسر ربعين يزول تلو وحن يعني وحوي التناسل ما هيري وهم بوها دني وقولي بعنتي سنة جماعة حتى الله لا ما كجدا على وابا وطيما نمرين يا تاينا يزول تلو يا ربع يسدوا كلا مستقبل كاس اس سي محو نقون دونا يعني اس اس سي وحال اسكول ذا إن دور شقف على بوتلان كذا على ملبهان تيسراعان أو برلمان كي يحل وانا ذا بوتلان كل يمين أي كلا بحار حد كذا راس حرا أي الاسكول ذا سلا كلا حقوق الدستور يا بوتلان كل يمين دستور كبوتلان رجس على أي الاسكول ذا تاسنا يعني واحد مقطع فجري أهي اس اس سي أود أودول دولات آه إن اس سي سكير إيشو أيام مقطع جماهير المقالة الشرقية ولا قرب أيها ربعنا فافاهيو سفي عنا نوكر باشيا صاحب كيدي دلو إنا سفي عن نوكر باشا ربع وعاو عن يعني كجاستي إلا نانو وحانا هاي حزبي هانا بي نروبانا هاي سيدا دراجة وحان وطا مشرح أسد ديان وياه وطا ويل كوان إرها سيريان كويت أيها وري يبيوتي إيه صومالي نمضا وقل إن عقبات دي يفلات كوان دلوك صوت ماد مقال كشير قري داو ريال ان بوتلان مالين ودن بيوي حالات دي الوي اكي حالات ان وقو فرحين او ان لب مهدينين او ان اد ويو الاحسنابي كجد لكن نسيبناك يعني بوتلان مشرحين تكالي مشرحين تمعاركة ايه ترتميسة ايه حزبية المعاركة بوتلان نمال يجعلهين لكن بوتلان حالات دي الوحة هلس تقليل وهو هانيك عاو افل بدي حضارية ميكا دنيا وعاو اوليا ايه بوتلان هاليست قلي ايسا كسار ايما ورانا يوالوو خصبي ايسا روش ايه مجاركان ودباكو خصبي ايه يجد ساسا لو بانسان كالا يغطري دني عاو يعني وحاوية ماشي لسربا ايه حتى كما ايماني بيا كا ايماني كل كسنين دني عاو عدي لسر سبب طوعا إنني نفسي أيو كجاري ومدى الصومالي جودها نفسي مو كجاري جودها نفسي مو كجاري نيكي خيره وحويه ملحويني أي ستاير صناعين ورتين سكوش قيني نيكي كا كور كاني أول يا ورابة خيره وقد محمد عبد الله فرماجو بني بوها بني يا أحمد مريم يا هاين ني هج وان يا ورابة فرماجو وقد نيكي الله بحي فر خيره وقد نيكي وحاولي دور شدي قفي عودك اهي اوريز وزارة خير كشقيني اي ومدى الصومالي اللي من اوود الوعي نيكي اسبارو لتي دني بوها ادير تم تي ودي نفسي جيبا وكسوا اغيرو صلي مركا نيكا نوع عاسا اي ومدى الصومالي اي راس عسيري راس بندوني دكتا اي كي ديس كي صومالي دكتا فجري دي بدكا دير كوريري وحاولي شلو وكتوري دني بوها من كاسا روا مركا إنو نفسي ومدى صومالية كجري أيو ربي إنو كبد بادو أو أو حوية ملحويني بطلع كنغضو أو قف يعضو كشغي أنا أدري كجع على قف يعض إني بطلع كنغضو والله بالله بينكم ما دارانا هي قف يعض إني شعب كبطلان قف يعض أي كنغضو دور شقف يعضو قف أوبش يعني أوبك شعبك قعدت ونبو عليو بني أنا كجعلا خدنا أنا كجعل لكن محام أمور دعوانا إياهم وفرح سنة وحو قريبا أولهي وحو قدان قدان أولهي ومدى الصومالية دي كلانا مدور شاد الضم بلرها مدى ديركي سنم يعني مدور قفي عضو لرها ما يعني قفي عضو كدني دنتي سوكارك بني دنتي سوكارك بني او هذا كوربان هكا كشغي شعبية دي سلمتي وعن شعب الله هاي ودك بوتلان اي قاتل كتابيين اله اله وحاولي صار حبتك كرحي راس عرب حبت دي كان علي نواكي مجارتين اي بري مري ساقو ما ديرين بلاها مجارتين اي بوتلان كان بري مري
يعني waxa weey dirmadkaas ayuu sumcad ku helay shacabiyad ku helay isagoo taa ka duulay oo iska soo jaray isagoon ka shaqeynin doorasho qof iyo cod yani waa laga soo shaqeeyaa doorasho qof iyo cod Soomaali wareed kama dhicin Puntland wareed kama dhicin marka dal markii ugu horeysay doorasho qof iyo cod la rabo inay ka dhacdo waxa loo baahan yahay qof iyo cod ka in 10 sano laga soo shaqeeyo ilaa dal yani horey ay doorasho qof iyo cod uga dhacaysay ma aha oo la baraagtigireeyay ummadu iyo gudiga doorashooyinka ila qabsadeen ma aha dadku ID card male marka dani hadii uu rabo doorasho qof iyo cod maalinkiisa loo doortay buu ka shaqeyn lahaa intuu doorasho qof iyo cod ka shaqeyn lahaa oo gudiga doorashada technical ahaan iyo farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan buu u dhisi lahaa wuxuu ku mashquulay dawladda federaalkii Soomaaliyeed inuu horumarka ka horistaago Hassan Sheikh Maxamuud boomadiisu ku dhigaraa intuu doorasho qof iyo cod ka shaqeyn lahaa intaana waxaa la war madaxweynaha kastoomada oo wafu oo dantaaba ku mashquul Hassan markuu ku mashquulay oo ummadii Soomaaliyeed waxaa noogeyn dawladdii hore inuu xaglaha u galay oo uu ku noqday laf dhuun gashaanadeed Hassan ninka ummada horkeeda Hassan doortay ee xildhibaanadii waxa weeye beesha daarad Hassan Sheikh ugu shubay yiri isagu waa haday ninkii qof iyo cod ummada ka hor istaagay ee kaliya inta qol galay xataa qoor baan waxba la soo qorin Axmed Nuur baan la soo qorin lafta gareen baan la soo qorin isaga intuu qof galay ayuu procedure iyo doorashada dhacaysay iyo shuruudaheeda si waxaan ka hadlayaa yacni madaxweynaha shaqo lagu doortay doorashada dadbanay isaga keenay isagaana soo qoray procedure procedureska doorashada doorashadaasi loo maray hanaankii uu xadhan isaga soo qoray bilow ilaa dhammaan isaga soo qoray ma fahantay marka yacni deni ninki noocaas ahaa ee Hassan ummadda hor keenay haddana madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud iyo dowladii Damul Jadiid wuxuu isku dayay guntigu ku dhigay marka waqtigii uu doorasho qof iyo cod ugu talaan kaga shaqeyn lahaa Hassan Sheikh boomihiisu ku dhigana Hassan Sheikh boomihiisu ayuu ku dhigana ayaa darawaas shacabku ku dilaanay wareeg ku dilaanay cibaadadiina ma haysto waan idin jecelahay waan idin taayirsanahay maanta Puntland qof iyo cod inay ka dhacdo wallaahi waxa dayariya ka jeclaa aniga haddana ka jecel laakiin maxaa sababay deedana qof iyo cod markuu ka shaqeyn lahaa Hassan Sheikh Maxamuud boomihiisu ku dhigana ma fahantay hanaanki dowladda ayuu siyaasadda arrimaha dowladda ku haysay been cafintu ku haysay muxuu ahaa cunaqabateynta qaadida cunaqabateynta hubka ayuu ku haysay waxaasoo dhan yacni waajibaad dowlad goboleed u yaalla maa wax dani u yaallana ma ahayn dani waxay ahayd haddii uu dadka Puntland la jeclaa inay qof iyo cod ay dadka matalaya xildhibaanadooda iyo madaxweynahooda ay doortaan qof iyo cod buu ka shaqeyn lahaa laakiin xamar kumuna mashquul lahayn iyo dowladda federaalka marka dani meesha uu ka hadlay isaga isdhigay calaacalkiisa maalkiisa uu jeeynaya anigoo mark anigoo fiiriyey waxaa soo xusuustay khayre anigoo og anigoo garanaya odayga wiljirka lagu wadaa curyaanka anigoo garanaya hooyada umusha dhibkay marayso anigoo garanaya ayaan waxaan u tanaasulay shacabka Puntland adeer maadan tanaasulin dadka wiljarada lagu wado iyo hooyooyinka umulaha umaadan tanaasuline sanka laga geliyey sanka waa lagu qasbay sangullo deni baa tahay ma qofba u tanaasusha xabiibi malaayiin baa u tanaasulay birmada Hassan Sheikh baa u tanaasulay roob lagu tanaasulay waa nin adeerka ay kursiga ku fadhiya majaateen yani majaateen maxalliyada dhigi waay dadkeeda uga soo jeedaa soo roobla waxaan ka wadaa ninkan la baxay Xamse ayaa u tanaasulay oo kaarin 24 saac Xamse bimaa ku dhigan marka aniga saas la leemeere la leema ku dhacay horodayga niman yow isbitaal la geeyo isarood inuu ku dhaca ka baqaya caawa isbitaal haloola cararo marka waa lagu qasbay asadiyano iyo rag kale waxa way birta calaashaday iyo aaran gaan baa kuu qasbay doorasho qo yani inaad qabato doorasho dad waa lagu qasbay nafsigii baa ka soo baxay nafsigii waxaa la diin baa sida soo uso hadduu intuu doonaa ka maqnaado boqol sano hadduu ka maqnaado maalinka dan waa ku soo yurusada nafsigii uu ka galay ummadda Soomaaliyeed baa soo kuulsaday deni Allah iyo cizad.
دورشاد الدم با يهاليا بطلان دورشاد الدم با يكسو عانا ماشي قفك ربا دورشا قفي عدين بطلان كاقبتو حد حب الله ما انت مكو كوسي سيدات الجوار الكفر يستو وحكا ليو كشاقين الدولاء ويسيرين انتو المدعين دورشا قفي عدا كشاقين داني ما كاسي لك بدين مالك مدحوين على قادي لي انو دورشا قفي عدا كشاقين انتو حسن شيخ سكودي رتميني حسن كنت أقوله رب موجا شكل هذا من كاسي قف يقعد وحك وحك لو مدو ما خصبي محورة ما تقعنا جماهيري بيني محورة ما تقع بيني دلو وحورة ما انتي من حوينا بطل شعب انتي دورتان يو يعني شعب كل دورنا يعني انت أولها أنا لا بارود مثلا وحمد متشي لما جاكر هرك سوا اسكيم مجلس وصل برمره أبو ما لبدين علماس مجاتان هير كسوا حتى كوي دولة دلية وحوي ميد يزدهي هل كاسي بعيدها كبر مدين ماركا يساوى قوضة بوت اس اس اي وو قلي يساوى مالين مالا كفا يسان اي ايو قفي لا قفي عدك ايو روينو نحمر سوا قفي عد ايو روينو نحمر سوا هدو يسلي هاي حلوان نبا مانتا محوها لحي لحنكا حلوان بوتلان اكتو يجيبات كاري راهي أول كدورنا يان قفي عدمون هذين حتى لعقت بطلان وحوية قادنا يي يحكم كيساء كفر ليه هو أمين الواي نبان معارضة ومعطة عن هجانك بطلان يينين الدخل بطلان أنا يينين بنجي بطلان أنا العكلة بحكرين أيو يعني أبريل إلا يولتك تبير أي مركا دور شقف إيه عضا يعني دين المون هدين دنتي سو كارك دنتي سا أيو كارك وانا لو خص بي دور شد ضبن وانا لو خص بي أولي عريانة إيه إسران أمور أمالا تناسل كمانا آدن شقين إيه دادكا مساكين تا إيه تاك تير إيه فويس ليس تا دنيو إنا ديرو إنا عضيان كمانا يعني شقين لكن هل كان واحد وقت عزيين يا صاحب تمحوا جنرال أيوب أيها الكاكو سقيرة مصق محوا هاي إن صاحب جنرال أيوب أيها الكاسي وحوي في جذي سجود من كل عدد جنرال كوحوش يبريه عن وشيء لين ومشرع يعني هل كان وانو كان بيجريني مركا كابتن أيوب يعني قف يعضب ديارها عضنا وهو لها وان هو بقى سوكي هو بقى أيام هو بقى إنه أول لا كابتن أيوب ولكن لكن صبح لها ومدحورة بطلان كان نقول الله كما داران كرا لكنه أذير لها وكما داران كرا ساحي وان كهو ماي هذا لما أنت هذا المشرع عنا وهي أما قف يعطوا أي معارك أقول لها يعني خال كان وحوية أمدو يعني يعني أن كان بنقرين لها مركا كابتن أيوب كرا له هدي أعلى العقل سنين يعني ماشي هذا واسكرا نقول مخايبة وحوية كسو الشريسة haddii kale yani tolka iyo reerka way ku wataan mood la yaawato ama buti ay guud ahaan la yaawatana musharax madaxweyne wuxuu ahaan kartaa ninka xaniyo badano ka karti badan male beri abu waxa weeye ku beri kuma siisteen